حاجة. طب بالمناسبة بقى ايه تاني برضو من الاكلات اللي الناس مش واخدة بالها من مخاطرها او ان هي مش مظبطة قوي زي غير الفسيخ؟ غير الفسيخ. لا الفسيخ ده نمرة واحد اكيد. والمصيبة اللي هم مش بياكل الفسيخ مثلا وقت شم نسيم، لا ده على مدار السنة وبعد رمضان يعني يقول لك انا ما اكلتش ده ناويها بقى ده حد ناويها ده لازم. طب مش مشكله الفسيخ حلو وبالعيش والكلام ده كله، بس نعصر ليمون. وحكايه ان الفسيخ اللي يجي يقول لك ده انا الحمد لله انا باكل الفسيخ دلع من غير ملح، ده خطر، خطر جدا. انت لازم تاخد الفسيخ ومليان ملح لان الملح هو اللي بيموت البكتيريا. من غير ملح ده هيبقى يحصل لك مشاكل. طب غير الفسيخ ايه تاني؟ غير الفسيخ ايه تاني الحاجات الغلط يعني اللي احنا حتى بنسيء التعامل معاها؟ الحاجات اللي انا لاحظتها وخصوصا للناس اللي هو بيعملوا نظام غذائي، يجي يقول لي انا لازم اخد عسل، معلقه عسل كل يوم الصبحيه مع كوبايه ميه. ده لا بقى نتكلم جد، في شويه حاجات كده غلط. العسل مونوساكرايد. يعني ايه مونوساكرايد؟ يعني سكر احادي، يعني هيديك طاقه تحفه. احرقها. طب ما حرقناهاش بقت ده، فما ينفعش اخد عسل علشان تقول لي ان انا بديني دواء بيخسس. مفيش حاجه اسمها عسل بليمون هيخسسني، مفيش عسل كوبايه زبادي يبقى عليها العسل ده هيخسسني. اوكي مش مظبوط. الخطر التاني واللي سمعته وبشوفه كتير قوي، الناس اللي تيجي تقول لك انا ليا معلقتين سكر في اليوم. انا بقى حدش يكلمني انا ليا معلقتين سكر في اليوم، غلط. اللي هيعمل نظام غذائي يمنع السكر نهائي، يا ياخد سكر الدايت اللي هو خالي من ماده الاسبرتام، يا ما ياخدش خالص. لكن لك معلقتين سكر ما ينفعش. طب ربع معلقه ما ينفعش. طب نص معلقه برضو ما ينفعش. يا سكر الدايت يا من غير سكر. طب هاخد بقى بداله سكر بني، ما السكر البني دوت تخسيس، برضو غلط. سكر البني اللي موجود في الكافيهات والكلام ده كله هو نفس السكر العادي. الله بالظبط، ده احنا بنحس ان احنا كده يعني بناخد صحه. هو صحي ان هو ما فيهوش ماده الكلور اللي هو بتخليه لونه ابيض. هو السكر البني ده عباره عن ايه؟ اللي هو القصب السكر واخدينه وجنب دول كان زمان اقماع السكر كانت بتتباع، هي ده صحي اكتر لكن مش بيخس. طب البراون شوجر ولا الدايت سويت؟ ما هما الاثنين. براون شوجر اللي هو السكر البني. ما هو السكر البني يعني، ولا الدايت سويت اللي هو اللي بيبقى دايت سكر؟ لا اللي هو سكر الدايت. سكر الدايت بصفه عامه احسن، لكن سكر الدايت يكون خالي من ماده الاسبرتام. في اللي هو المثلث اللي بيتباع دوت، نقرا بس المكونات. لو لقينا على المكونات مش فاضيين يا دكتور، انا اقرا مكونات سكر هتلاقيه ارخص حاجه. فالناس يقول لك انا هجيب ارخص حاجه، فاقول لا يجي بس يقرا المكونات. معقول قبل ما نشرب قهوه نحط ده؟ لازم نتاكد ونبص كويس، لان ماده الاسبرتام كترها ممكن تسبب امراض سرطانيه. فما فيش داعي للحكايه. طبعا موضوع سيريس. لا وموجود في الاف دي اي من امريكا يعني. برضو بالمناسبه في يعني كان في برضو اقاويل كده ليها علاقه ان كتر تناول اللحوم برضو ليه انعكاس فيما يتعلق بمساله السرطان، ان هو محفز للسرطان. مظبوط. الكلام ده حقيقي؟ دي حقيقه، وخصوصا الناس اللي عندها استعداد اللي هو ايه في العيله في امراض سرطانيه يعني. بصفه عامه وهو الاستعداد جيني للكلام ده. طيب هل اللحوم ممكن تسبب الكلام ده؟ ايوه تسبب، خصوصا امراض في الامعاء بصفه عامه في الامعاء. طيب نعمل ايه؟ يبقى لازم الاكل متوازن. ما فيش حاجه اسمها اكل مش متوازن، الاكل المتوازن ده الاساسي لاي حاجه. ما ينفعش اللحوم بس، ما ينفعش يقول لك طب انا هاخد فراخ بس، لا برضو يبقى لازم في خضروات، في فاكهه، والاهم منهم كلهم الميه عشان ما يجيليش امساك. ما نشربش ميه هيجي لي امساك. ومشكله بنلاقيها ان الناس يقول لك انا عندي امساك امساك على طول، ولو عملت اي نظام غذائي عندي امساك، نتيجه قله شربه الميه. شرب الميه نمره واحد واثنين وثلاثه عشان الامساك. فلازم نشرب ميه كتير، وعلشان نضارة الوجه شرب الميه بس بدون افراط برضو. ما صح مظبوط. ما احنا في ناس بيشربوا ميه، حتى كنا بنتكلم في الموضوع قبل كده ان لو شرب الميه كتير كل ساعه يشرب لتر والكلام ده كله غلط. احنا في مدار اليوم 3 لتر 4 لتر بالكتير قوي على مدار اليوم ناخده، ونبقى كوبايه ميه ناخد كتير ونحس. والانديكيشن بتاعنا او اللي نقدر نقول ان هو المقياس انا بشرب ميه كويس ولا لا، لون البول. لون البول هو اللي هيحدد بالظبط اذا كنت بشرب ميه ولا لا. لو لقينا البول لونه اصفر غامق قوي، يبقى ده ما بتشربش ميه كتير. وده اللي ممكن نلاقي الناس يقول لك ده انا عندي املاح في البول وياخدوا فورات، وده غلط برضه.
ما فيش حاجه اسمها فورات على فكره. فاحنا اللي انا عايز اقوله ان احنا نشرب ميه كتير لغايه ما لون البول يبقى لونه ابيض. ابيض ايوه لونه ابيض او اصفر فاتح قوي. لكن طول ما البول لونه اصفر غامق يبقى في مشكله عندي.